ينضم الينا مشاهدينا هاتفيا ايضا الدكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، كل عام وحضرتك بخير. السيد الرئيس وجه خلال كلماته بالعمل على وصول الخدمات التدريبيه الى قرى مصر من خلال مبادره حياه كريمه. برايك الى اي مدى تسهم هذه المبادره في تحسين حياه الملايين من المصريين؟ يعني طبعا احنا نقول لعمال مصر يعني ولكل الدولة المصرية كل عام وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وايضا بمناسبة عيد العمال. يمكن طبعا يعني القوى العاملة والمشتغلين في الدولة المصرية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يمكن وصل في نهاية عام 2021 ل 27.5 مليون مشتغل في الدولة. دي طبعا دي فئة وهدف وفئة مهمة جدا للدولة المصرية طبعا، وكلما زاد عدد المشتغلين دي طبعا إشارة جيدة وإن كان تدل على يعني انخفاض البطالة بقدر المستطاع. وطبعا يعني عدد المشتغلين بيزيد وفقا لزيادة الأنشطة الاقتصادية التي تحدث في الدولة. كمان طبعا يعني علشان أن الدولة المصرية يمكن منذ سنوات وهي بتحاول أن تساير الركب الاقتصادي العالمي خاصة في مجال العمل وتوفير فرص العمل، فكنا محتاجين إلى يعني تدريب مستمر وتطوير والتوجه نحو الرقمنة بشكل مستمر علشان نقدر يمكن الدولة تقوم برفع كفاءة القوى العاملة الجديدة أو الداخلين في سوق العمل الجداد من الخريجين علشان يكون لهم فرص عمل في سوق العمل، يكون يتوفر لهم فرص عمل بأجور معقولة إلى حد ما. فكان طبعا يعني احنا بحكم ان احنا دايما بننظر إلى مبادرة حياة كريمة، وهي طبعا حياة كريمة هي ليست مبادرة ولكن ده هي مشروع قومي كبير وعملاق لرفع حياة رفع مستوى معيشة وتحسين جودة حياة عشرات الملايين من المصريين. تغيير لشكل الحياة بوجه عام بصراحة. بالفعل رفع جودة حياة عشرات الملايين من المصريين اللي موجودين في أماكن معينة يمكن الأماكن دي ما كانش تصل إليهم الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بالمعنى المفهوم. يعني طبعا احنا يعني ان نتيجة السنوات العقود السابقة والمشاكل الهيكلية اللي في الاقتصاد المصري ان كان بيكون الاهتمام بمحافظات بعينها، محافظات الوجه البحري، بالقاهرة، الاسكندرية، ولكن طبعا اهمال محافظات الصعيد وبعض المحافظات الحدودية يعني ده ترتب عليه ان في بعض المحافظات كانت نسبة الفقر فيها كبيرة، وبالتالي ده كان بيترتب عليه ظواهر سلبية زي الهجرة الداخلية من محافظات الدلتا الى القاهره او الصعيد ايضا الى القاهره. طبعا انا بقول ان مبادره حياه كريمه علشان نقدر تكون مبادره بالمعنى اللي احنا متصورينه والمعنى اللي احنا محتاجينه في الدوله المصريه، فده يعني مش معناه او ليس فقط ان هي هتقوم تلك المبادره بضخ استثمارات في البنيه التحتيه والوحدات الصحيه والمدارس وخلافه، هذا ليس فقط الهدف الاساسي للمبادره، ولكن كمان محتاجين ان تكون ان هي تساعد المواطنين وتساعد تلك الفئات المحرومه والفئات اللي كانت مهمشه قبل كده ان هي توفر لها فرص عمل. يبقى توفير فرص عمل بيكون عن طريقين، اول طريق ان هي يعني تعمل مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وايضا يعني توفر مشاريع وتوفر انشطه اقتصاديه انها تستوعب تلك العماله، ولكن ايضا على الجانب الاخر وهو جانب مهم بل هو اهم انك تدرب تلك العماله، الاخذ بالعلم، الاخذ بالتكنولوجيا، الاخذ بالمعطيات الجديده والحديثه، ده يعتبر هدف مهم وسامي للدوله المصريه متمثل في مبادره حياه كريمه وتدريبهم وتمكين الشباب وتمكين الفئات المهمشه اقتصاديا ان هو يقدر ينفق على نفسه، لان طبعا احنا لما نيجي بنتحدث عن الدعم واهميه دعم لتلك الفئات وهي طبعا ده يعني نقدر نقول ان دعمهم ده يعتبر يعني واجب والزام على الدوله، ولكن انت برضه لازم توقف المواطن ده على رجليه، لازم تقدر تدربه وتعلمه وتحاول بقدر المستطاع تسهل له ان هو توفر له فرصه عمل، سواء انك انت تدي له قروض ميسره في المجال او في القطاعات او في الانشطه المرتبطه بالبيئه بتاعته، ايا كان بقى انشطه زراعيه، تربيه دواجن، تربيه مواشي مثلا، حرف صغيره، حرف يدويه، وانه ازاي يسوق منتجاته وانه ازاي يقدر يتعامل مع الازمات ويكون عنده ثقافه اقتصاديه ويتمكن اقتصاديا، والمراه ازاي يتم تمكينها اقتصاديا، كل دي بتبقى يعني امور مهمه جدا علشان انت في النهايه محتاج يكون عندك اجيال واجيال من العمال ومن الموظفين ومن ايضا يعني المشتغلين في الانشطه الاقتصاديه المختلفه، كل يعمل في بيئته وفي مجاله وفقا
لإمكانياته المتاحة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، كنت متحدثا إلينا هاتفيا، كل عام وحضرتك بخير.